صحيح أني مثلت الناديين، ولكن في وجهة نظري كل منهما يعني يعتبر قطب من أقطاب الكرة السعودية. فريق النصر فريق كبير ومثل على مستوى القارة على مستوى العالم، أيضا فريق الاتحاد نفس الشيء، فريق مثل على مستوى آسيا على مستوى العالم، يمتلكون تاريخ وسي في يجعلهم من أفضل الفرق على مستوى المملكة العربية السعودية وحتى بل على مستوى آسيا. لا يوجد فروق بالنسبة لي كلاعب، عشت هنا وهنا، لكن قد تكون الفروق من خلال اللقاء أو من خلال الجولة هذه، هذا فقط. ما في اختلاف يعني بالنسبة لي، أنا الاختلاف كان موجود في يمكن كل فريق نحترمه ونقدره، والمشاركة معه في خاصة نقول الاتحاد أو الأهلي أو النصر بالعكس كانت مشاركات ممتازة وتشرفت فيها. الاختلاف يعتبر هو اختلاف إدارات فقط، ولكن يمكن اللاعبين تعاملت معهم بكل احترافية بكل احترام وحب وتقدير، هو الاختلاف فقط في تعامل الإدارات وكيف كانت الإدارات تدير النادي بالشكل اللي هي مختلفة فقط. ولكن كل يعني حالة الفريق نوعا ما الجماهيرية أو مثلا قوة الفريق واسم الفريق كلهم فعلا فرق كبيرة ونحترمها ونقدرها ونتشرف بالعمل معها.